بسم الله، السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تا شرفت لقيمي قبضان قاياها بضان ومرك لي موغال عصب برتنا ديقال يا حنسا وبرتيني وبرتيني وبرتن كل جرني وبرلين وفشيال أدي أدي يد مهتنتي كسود وادا ميل اللي نكت عليها ولا علاقة قلبك سيشار قريب برنامج أصحاب تا لو دارا شانل خسي بسكرابي نوصار رسل لي نبي قصو بنهن صلى الله عليه وسلم أهل ما من الوقت صلاة دي انت يسود كذا انت قديب قصد أني علي 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 علي, علي, علي. علي ما أوران بينو لحدك يجيكنا علي بايري علي ما أوران علي وانا بصنا يسان علي هذه النية علي علي وحين أمري سيكبر لي فلسطين هاي سبطالة اللي قاتب الله تاقن كو مقشي قصوة بحضي ننكي ومخانتي كل نقضي ولا لهد ولا شد قبر لهدي قبر ناكتي ودتي مخانتي كل نقضي وقبلنا فلسطين ضد كيدي وشي غير غير كان يعني قبل الدنيا يظن عندنا كورقي ساس هاي تاي حاس كيسي مركي اللو يمي اي بنان كو عير سي ولا عليه هذا تريق ما سوق لك تقولي علي ما ورانها صو قلا سلانتي هو يد هذا مر على دي الله عظيم وهم بيجبصتي هو يد وبا قفت إذا لو يجو وحي أقبان وحي أقبتها مع مضى هي قبلها وحي أقبان إني قبل أنو هي لنيا وفعل ويهين إلا بلا دمير ويه يجونا يذنا علي وحوسا أرن وحي أقبتها خلاص كتابية شرعية ما أقبتها شرع ما أقبتها مركا لما تدجرتها واتاس هو يذا وحي لؤيسا مسكينة داي واتاس إسلامتي حنون بيكا قادم ماشي يكر باكو سوبودي إسلامتي واسوح ها ماشي بي أرادي قبل هي التاقي الباب كلا قفروا هو يديد أفكي أبور كسي ديسي وعلى قادة إسلامتي اسبتال بالله الله على غي اسبتال كبالي سوء كريم سلامي ما يسوى ولا لهد ولا شيء يقبر لهد كوي كلا عادي وي ويلشي وعادي قبر لي ويرقري كم فرقرت ها سلامي نقوم مدرني يدان سلامي إلا علي بي ما عرفت علي بالي باتك الشيء ما مدي با غير لي كربا هيا بوق يرحبش يوحب الله مباهنا وكاداوين بالسي إسلام توعى في مات إيه لكن أدب أسيقتي استالك بقى لغا صاري ما مدى وحدا كين حافظ بقى لك ما مدى لبنتهي قبل دا أروغا دا يلا لبنتهي ان يدو ما بقراني ان يستنتال لهذين تغوسك قبله هذا هو الله شير وحل يري هبلا يما يسلامين هبلا يدو هبلا يدي وهبلا يدا وحكستا وأي أباهان تهي ترته وأقبته وهب لا يدا الشرف تيدا الرئيسة وهب لا يدا مستقبل كيدا الرئيسة وحالي ركبرنا عن شقادة هلا يستوصوني كان يكبرنا شقادة هلا قاع عيريو وحنا يانا الترين كبرنا وحنا يانا الترين شقادة نينك هلا قاع عيري وحا إسبرتان قبر ديو نينكو كي أفراد بين شيخو أم بلا قاري ترى ذا وحا كينتي ماما وحي تلوى إني نين كان إسبرتان إيه قبل اسمي غانا ويل كيد بو يرتو حدا شغلك عيل ماشي مركا ميلشان شد الله أوير وميل وجهك سعتي نين كيد لأن يرى ذا وجهي سيك سعتي ميل أول بعانا بدل ما هي ويل كي وحو قاري إنو يرى هذا ميلشان ميو واحريا قال كلام كوري جنيا ويل كانوا كاني وأوري جي ويل وإحنا كم جرها يسجين وحي المركز شق بصوب حظا بعد شقين دونتا مركز أسأل لي هاي شن يتم بريكار بابا وحي غير كان غير كان يتري جريان لغا جرتي قبل دي علي ويسر كان مركز علي
ilmihi caanama haysta caliyo ilmihii caanama caliyo cunna ma taalla caliyo hooyaday dadkii iyo meeya ummaddii meeya walaashaa wax kuma keenin miyaa gabadhii makhabiyada ahayd danta waxay ku kaliftay inay baxdo iyadu marka oo xaafaddii hooyadeedii aado oo ilmaheediiba ilaa baahane makhabiya dhammaatay inay aado suuq oo hooyadeedii u tagto walaalaheed raadiso bal in wuxuun la taro baa danta ku khasabtay dhalo 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 sidii ay yarnaadan bay xaafaddii hooyadeed tagtay markay xaafaddii tagtay islaantii waa soo dhoweysay shaah baa loo shubay seeta cabitaan baa la siiyey fiican alxamdulilah hatalooy ilmihii baa iga baahan hadda cali bay tiri wuxuu weydiiyey oy cali ana waxa mahaysa shaqadeena waa hadda cali ehel buu leeyahay cali ehelkiis weydiiyey annaga ilmaha cali baa dhalay waxba nagama gelin oy ilmahayno mala miyaas ilmuhu waa ilmahay miyaadan garanayn orod bay tiri cali weydiiye maandhay marka cudurka cali la dhaha kaasoo dawoobo ii imo aniga adiga guriga iga baxba sideed totali iga bax guriga tag bax orod bay isku sii deysay oo mid walaasheeday sii martay ilaa ilmihii baa ka caanala oo ooyaya walaasheeday sii martay mid dhexe oo walaasheedaba marka inta ka naxday iyadoo ooyeyso hooyaday ooyo way soo caylisay saasay inta ka naxday day waxay siisay lacag yar oo waxay tiri bal biil ka dhigo laba maalmood gabadha yarta ana caanahaas lacagtaa yar caana ugu gad qasacad caanaa intii bay soo qaadatay dee biilka iyo dhaylo intay beri bay ku wadeen maxay wadi karaanba waa laba maalmood ninka geela ninka dheerna ha guursan marka geela muxuu ahayd marka geela laa qaadmaya ninka dheerna ha guursan marka gaaja timaado gurigu isgoglaayo waa bukayda guraaye ma bukay ha bukoodo wase baahi darteeda bay tiri islaantii gabadh la dardaarmaysa ninkan baahi baa timi xaafaddu goglan yahay gabadhii meeshii bay hadalka bilowday doqon maaha laakiin caliyow bay qabtaa gabadhii waxay tiri wareeha bax shaqata miyo guriga ka bax almuhim gabadhii islaantu sidii rabtay weeye waxa laystusay almuhim waxa laystusay islaantu waa dariiqii ay rabtay waa sidii saxda ahayd rabtay waxa laystusay bahalkii muxuu ahaa cali iyo islaanta gabadhii kac shaqa tag waa bahal meyd ah oo aan shaqo tegin oo aan waxba haysan oo xaaladu ku adag tahay oo meel uu wax ka doono aan garanay ayaa naga wata duqsigaan ma fahanta meel allaale iyo meel uu wax ka doono garan uumayo waa iska baxaa meelahaasu soo warwareegaa shaqan doonayaa uu dhahaa waa soo waaya gabadhaani cali lama hadli jirin cali waa imaan jiray shaatigiisu halkaa suran jiray katabaanka waa seexan jiray qolkiisa jiifka ciyaalku gaarkii u seexdaan khalaas nin aan gabadhaan la sheekaysan la hadlin marna aysan ismudan buu ahaa waa gabar dhinac walba laga kabayo isagii shaqa landheer banaandegey buu ahaa markaan gabadhii isagii baa wada hadlaya war caruurtii gaajay la dhimanaysa wax keen balaaya kugu dhacda ka kac meesha war ilmihii gaajahays war ilmihii gaajahays waa is arkeen gabadhii iyo isagii baa is arkay qoorta isu galeen qurtum waxay leedahay gabadhii ilow ilow ka kac meesha war ka kac oo ilmaha wax soo sii xaggee wax ka keena waa baxaa halkaa markuu laabta xabaar sii socdaba kiisii digiisa haba ugu taco sidigiis wuxuu leeya hooyo wejigaa waxbay haysta kii xunkaa way ugu soo laalaabanaya
ماي قبضت أنا عذرك علي يكون عي بالهرت علي يعني هكفت قف إلمان هرقب بها هي قف كان هرقب بها كل عي قف كان ملاريا هيسا داول سيوا كبعض مغلي جبتها قبضت أنا بالهرت علي لما هذا الشيء قبضت أنا بالعلي هرت لما هذا الشيء أنا عايز برتان دا المين سو معانا لا سو مبيل لا هاي سبرتين تا ولا شيء ذا بيمر بأصول بوم طاي لا لا ومدي إيه ده هان كو حكتي بأصول بوم ريسا تيبا مر بحوجا ودي بيسا وحير مر بحوجا يبي ودي بيسا تاسة كل ده أنت ومر براشين كومبو كومبو سنكوري كومبو بريسي كومبو بي ودي بيسا هو يدنا هاي شيء بيلد هو يه هاي شيء إنه كسي هوي ويسوع عيرسي بيتري هوي هوي ويسوع عيرسي ما قالت مركا على أي حال مدة قبل لسا كجرتي إن مدة في نوع كجرتي علي إيه يدي واسمتين علي بيت دفضك قبل علي إن الله الله يبرد وريا صلاة الصبح كهر بيك إسلام وبحا مقالدو هذا علي وحو بلابي إنو نما قرابيهين او فندئة كو قريها بسا انو هيرا دورني وان كلا شقايا كيو ناقا حاولي ديبا مرك واسو شقايا كيو دبادك سود ايدي ودالك ايرفاتك كم موغضا اي خانشار اما عريضة كتالة اذي يا بيسي بيدك تاك داي والإرباك داي باي مادا تاسنا شقا تاسنا ما شقا تاجنا أو مالي والباع ما أنتو هلي يا صدح مال مدرس كتبوا اسمها غيب قلي أما أسبوع كل جن لسيا خلاص هدونا فينش بعد ما تباش حلقة يا بعيني قريها قاركود سجل صعدان تمن بري عمل تمن كبر والديه يدنا قف نمعة وبرتي ويقف وحكى لمالك كلا أسترطي كلا ما قبل دوا فكرة مرك مرك كان فكر باكو بشيء نك واشقية قبل دي وغيرك وجهي لي ماشي وجهك تا وقت وقت مر وصاب بعض يجاني سوق صافير شيء ملا نك دم باك دوتي نجح من جبي أنا نجح حاسو كده بقى هذا نك ها ها مر عيد بوكينا ها مر لو والله قصي وكان ها افكاس كنت بشقي يعني ودالين يا هي وحكار نفع هاي سيسق نفتيس حلو انت بحه مقاحدي فلسطين تجو وإلا يا مركع الشيطان ماله ان نيكي اسبدل مو قال كي سبا اسبدلي جو جوا بدل منين عض لا 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 انت ميلي ما دفرو نافطير دتك اوشو شو شيكانو عازب هنجري اضالو لها فيلم كي واش بدري لغا حبو بشبيا فريه وحي نقدين سبت قميص تحار بين نقدين دوك الرباحو كي قميص معنا الرباح حديث هذا ككعي منك دوك ولفتو فريه وحي نقدين دربي عادي الاوانين لغا قاضي إلهي قدرتيس واحد عضي نينكي قبل إيه بنام بو كمرا يارت خيركي وعوقيه ما لا صعدان قبل إيه بنام بالمرية إيهدنا ولا شيء ذا لقوى الرئيس دالة أنا هذا الله هذا كور هو يوفي أنت يا بيتري والله علي عليوي هذا حوغا علي عليوي وكهري وحالي علي ولا لها او اي قبط حدا مجرد إن علي بها سايري علي بها يريد وعلا ما تريد المركة علي بها نساكو إري ما بلا بطي علي انا شغل ادري علي انا ساي إريال ما بلا بطي وطابي ترى حدا هو يا مركة ويسوا بحدا قلقوا هو يدي ذي تيمان ده هو يدي صوصلان تا واخر نقطة
gurigeeda ugu yarayd awlba carruur ma joogin guriga laakiin guriga way timaadaa way soo booqataa waana isku diris waxay ugu darnayd markii la yiri dhegayso gurigan meeqay ku dhashay shan ka saar ilaa guriga mayagaale guriga reerkii lahaa baa degay carruur baa degay baa degi doontee ka saar baa la yiri islaantu waxay soo dhejisay maxamed ka weyn wiil iyo gabar u dhalay oo dugsiga sare dhammeeyey oo jaamacad bilaabaya baa guriga degaya ka saar wiilku wuxuu yiri hooyo uma baahni iska daa adaa lagu dhaafay tir ka saar guriga gabadhan weli xanuun ma arag weli waa sideedii ma fahmaysaa ka saar ta ninkii wuu u yaaray wuxuu ku yiri walaalow gurigii waa u baahday shan caruuraa kuugu dhashay de intaan walaalnimo kuu soo caawin karay waa kuu soo caawin laakiin maanta gurigii baa u baahanahay guri ka bax waabaa ku baryay ninkii walaalow muddo isii buu yiri bil baan ku siinayaa buu yiri maamadii uu tigo hooyo bil kadib uu ka baxayaa waaye iyadoo aysa xaafadii timooy cali maxamed baa naga saaray gurigii hooyoy hooy maxamed kusoo gurigiisa isagu malahay mata ma idinkaa lahaa maxaa ka aqalnan adiga gabadhu maamadu waa u imaanaysaa habeen imaalinba waa u imaanaysaa naxariisteedii baa ka guurtay macnaha waa jeceshahay way u naxariisanaysaa laakiin caliyowgaan ay rabtaa inay ka jarto waxay tiri cali guri ma dhisan miya inkii intaasoo sano shaqaynay guri ma dhisan miya dhul ma gatay maya guri ma leeyahay maya ma abiisaa guri u lahaa maya xoolaha nin baa tabacday oo leh adeeraydee gabadhii waa soo jeensatay marka waxay tiri dhaxalkii aabbahay waxa uu maxamed iigaayo ha isii islaantii waxay tiri cali baa siinaysaa miya koob ma lihid bay tiri dhaxala aabbahaayo asuulankaabaa la jeniyey tag bay tirinaya cali baa siinaysa hooy maya cali siin maaye makhabiya dhammaatay anaa shaqaysanay kadibna cali baa iyiri baa bilaabaysa hooy maya bilaabi maye marka sheekadii cali baa yiri waa horey ka guurtay gabadha hadibaad intaas waa uga badan tahay guri kiraa baa la dejiyey horta guri bay raajiyeen soomaalidu waa dhib badan yihiin qof baa guri qurux badan dhisanaya wuxuu dhisayaa dhowr qol wuxuu rabaa loo qof inuu dirto nin iyo naag isqabaa oo aan ilma dhalin buu raadinaya warta gurigan faamil baa ugu tala gashay waa afar qol ama waa shan qol laba musqulood qolkii serfiska ah banaaya jinni wax kastuu leeyahay haddana saasay tahay wareedhe nin iyo naag isqaba keliyaan rabaa inay degaan waxay aa u dhisaysay awel yaysa tahay ninka keliya iyo naagta keliya oo gurigaa dhan keliyasa bixinaya armiyo cagadhigaa la yiri cagadhigo si kasta ha ahaatee gabadhii iyo wiilkii waa la isnacsiyey xoolihii gabadhii waa loodi dadkii gurigii waa laga gurihii waa laga kireyn waayey gabadhii bil bay rafanayeen reer ciyaal intaa la eg wata gabadha shaqaalaha ahayd inaa lillaahi goorma ugu dambeysay awalba tan weyn oo walaasheeda ka bixin jirtay aaway gabadha waa loo keeni jiray gabadhaasi waa u shaqaysaa lacagta reerka gabadhaasi u doonan jirtay tanba wax lama weydiin jirin adaa lagu dhahaa shaqaale waa hore ugu dambeysay ninkii ismute calaa iyati xaal maamadii baa xanuunsatay maamadii markay xanuunsatay oo aada u xanuunsatay oo tacbaan noqotay yaa waxa dhacday in gabadhiina caliyow caliyowgii uu ka ba-ay inay markaas maamadii dib usoo rujuucday marka guri bay degtay laba bilood bay degan tahay waa laga saaray
كل كلي ديكتي حنون كيرادا هي بلدها هي اللي بعتها قبل دي حنون عادي دي أدوم بهل مرسي شيء كذي علي وكبعض علي بعيري وإلودي علي محاو حنو قبوم ويدي علي محاو حنو قبوم ويدي بعد شيء كذي النقطة هو يدد واحد وستي بل سوكر يوم مرك سلانتي مرك اللي يسوي يمي بيتر هاي بحيتري إيسو خب تبلط بهاللي إيسو خب تبعش أصلا وداست فر له وسلانتو إلا فرو بيبتي قبر صندوق هذا الصار وعلى صوص صار ذهب بها كتير مرك ذهب كوي لقى هلك نكتي لقى كلام هلك لقى كلام هلك لقى كلام هلك فرقش 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 سلس 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 بحيث سأو قيبس مرك يسأو قيبس هو ذهب تربى ذن أو يدا أضي يد مسين جري يوحي كذا طي وتربى ذن ولي جيد ذهب مي يبين عادي هذا سوق فرطه ذهب لين وانكرتها ما من ذهب العادي إنه انكرته سببته لما تنجو جوا حكبا ضم بهي ستة ساسي وكان اللي بيت انت اسوي دقة انت اسوي سلسة انت اسوي قبل يوقع عندك صارت أذقوا هبلا انت انا على هذا هاي أذقوا انت انا على هذا هاي أذقوا كان على هذا هاي أذقوا كان على هذا نيجي ذهب كي يقولوا شو حكم الله بيتري حولها كلاي الحرام دونان دان بنتو وكا قاعدة بيتري أذقوا علي ماكو جوجا هي علي سي علي سي وعلي قعنتك قري كدبنا أنا هو أبوك إن أنا كحد دونا نقف وينود كي واي قانا إن أنا كحد دونا ألا أبيت لكن هذا نولا دوا وان دونا هذا نولا نور دنت أنا هذا دنت لكن وحن كوش يا جاي ذهب كاس هذا أسكاله قارت هذا يجير كاكو قرحصه iska seen ninkaas markay markaas ugu qaybisay waxay sameysay dhigay ka soo qaadatay weynayd iyada ugu dirtay tan islaantu iyada qaybinaysay tan dhigay ka qaado ugu dirtay tan dhigay ka qaado ugu dirtay saddex dhagood waa weyn oo siyaada baa ugu jira maadaama aysan waxba haysan dadkan kale la ilaadeen dhigahaas markaas siliskoodii iyo falgashigoodii ما مدو إسرائيليس توين بإسرائيس معناها إلا تنا مدن وحي لورا إيس لقاها إيكا قاضي سلسي فرقش بيليه تنك لنا سلسي فرقش بيليه تي وينيد ما مركا سلسكي لقي ما دام لقا قاضي بي وحي استري حبكو ترمي يعني اسقسي سلسكي فرقش بيليه قدرت بحال تنجنو قعانت لقشد أوين ما مدو سيادة أهاني إذا أمدرت قبل دي دهب كيبه على السيي دهب كيبه دي بيسكا هاي ستا نيال بايد دي قطي قبل دي دهب سيدة توارك بسم الله قبل دي دهب سيدة توارك حريفك وانا اكتي سيدة هاي سيدة من كان أرتو ما مدي راح نصطي ما مدي تي الله أوتمي وادي ما تي ما مدي dahabku gabadhu waa haysatay maamad markii dhimanaysay ninkii fikir buu halkan u leeyahay wacnahan gacmihii saasa ay noqdeen jilicsanaa walaali dahabkan qaargad shaqan ku bilaabaya xamedkii wuu u tegay wuxuu yeelaniyo xoogaa lacagaan isku urursaday markii uu ogolaatay weeye xamedku waa khabar maafish war mahay وحيرني وما قولي بعض إلى سارة قولي لما هايستو إباتا إي هايستا محمد كأول بوحو كبقاي هو يديس هو يدينا لما تي قبل أن يحنو واج علي هاي وعرتك قبل أن نواتي أقوي رايب ولا شيس واج علي ولا شيس نواضي عنتا يقول لي نوال لقولي هنا سيدي لي سارة يواد دالي وقال هذا بنان كيدا ندقنا هاي قبل أن نواتي دمعنا هذا يقول لي سوى طوال أروتين وحي قوتي ما تمايز شغالة ما يستو ما تهيز تا واكن بعيري لقيسو
gurigaaga ku soo noqo. Kowdi, shaqaalaha aad sheegaysidna gabadha u keen, anaa bil walba lacagta ka bixinaya. Adiguna waxaad cuntid raadso oo biilka soo dhic, ilaahay nin buu kaa dhigay. Intaas buu isa soo dabaraysay. 3 sano bay ka maqan yihiin marka. Qowlaladii baa soo baxay xarifku. Daamankii baa dhaaday. Wuxuu niyo maya xoogaa lacagaan. Erayaa waxbaan isku urursaday. Waxaan rabaa meesha noocaas meel buu arkay. Kunteendhar qola meel dhigatay oo fustooyin shidaala inta dhigatay laga guuray. Laakiin meel fiican ah oo istaraatiijiya halkaasaan rabaa buu yidhi inaan kaalin shidaala dhigto. Waka walaalow shidaalka. Adigu dee ma aragtay meelaha shisha iyo ka keeno aniga shidaalkaasaan kaa gadanaya. Caddayn ma rabaa xataa waa kaa gadanaya. 5 fuusto oo benzina iyo 5 fuusto oo nafta. 10 kaasan ku bilaabaya. Mismis baan gelaya. Lacagtooda ma haysataa? Haa, waa heli karaa. La kaalay miir lacagtooda. Gabadhii uu dahabkii ka qaaday maf dahabkii oran buu gaday suuqu geey gacantiisu ka iibshay habaar qabto kalaw macnaa miskiinad miskiinad maba taqaanba iyadu danba kamale waxaan weli sheekadii cali baa qaaday ah weeye macnaa cali baa qaaday dahabkii cali baa suuqu geey cali baa iibshay gurigiina waa soo degeen gabar shaqaalaana waa loo qabtay gabadhii weyneyd iyadaa hooyo u ah walaasheed kama goyn karto waa la talinaysaa gabdhii baa waxay maqleen horta meeshii uu furtay meeshii markuu furtay dahab lacagtii ninkii u geeyey oo uu yidhi waxaan rabaa 10 iyo 10 iiga dhig oo la isa saaray bahalkii meeshiisi u xirtay oo shidaalkiisii miisanayo ay gabdhii waxay soo maqleen dahab bay walaashiin iibisay ninkeedaa iibiyey na dahabki me cali baa iibiyey abbaha iyo cali iyo tii weyneed baa inta ku booday labay ahaayeen markuu imaanay tii weyneed baa inta ku booday halkaa qabatay bay dhulka la dhacay cali iyo abbaha iyo asuulanka waa ku xanaaqday guur gurigana ka guur doofaar yahay doofaar waa ku xanaaqday waa la diridayn adigu uun waa laysu yimiyo waxaa la yidhi guriga ma idinkaa siiyey walaalkeedaa siiyey degenaan mayso gabdhihii baa weerar ku qaaday lacagtii uu ninkaani u keenay dahabkii hooyadii inay tahay baa loo sheegay wuxuu yidhi bal niyaho hadda ninkaani meel waxma geyni bal daayay gabdhihii dhaar waxay mareen dhaar waxay ku mareen guriga inuusan degenaan murankii iyo kayradii buu maqlay waaba kala fogaadayba isagaa la guuray wuu kala fogaaday naagaha yabaqood iyo kayradooda uma dulqaadan kara buu yidhi waaba ka tegayba meel goob uu la tegey xagga meeluu ku baquuqsaday gabadhii waa la guuray gabadhii shahleyd ahayd oo falastiin ahayd uu jeclaan jiray oo nin guursaday oo gabar u dhashay way kala tageen oo nin kala guursaday oo muddo qabay oo ay gabar u dhashay oo ay kala tageen 2 gabdhood wadataa wuu helay makab tii uu meher ugu jiiday bahashiisa u kala baxday nin gaajo badan soo maray weeye lacagtaas ugu dhegan yahay gees ku haysta dahabkiisii lacagtii waa u kala baxday iyadaa lahayd xoolaheeda waa u kala baxday shidaalkaas uma bartay niman kale ku xirtay shidaal raqiis uu soo qaatay xaguu soo qaatay shidaal wasakhaysan oo iska naasilan baa jira shidaalkii uu soo qaaday waxba kama gelin gawaarida lagu shubaayo waa soo qaaday iib wuu iibiya oo sii kala dullaala alba randheeru noqday xoolo leh tii buu guursaday falastiintii ay berigii dili jireen xaafad buu dejiyey magaalada geeska sharci baa jira wiil nidaam baa jira ilaahay ka cabso qof diin labaa tahay gabdhahan waalwaalan oo walaalahayo kale ma tihid aniga naag baan guursaday yaa naag baan guursaday
بكوين وهو تقرع عن تي هبين حقا لكم مغنانا يا هبين حق حولي هو لنا كقاد وح اي قعنتك وهي الساعة وحولها مجرد ليس قبسي ده قال كوضو مركاسو بلو ده مرك مركاسي وحي اوقاتي قبله الله الله يهو يده يوحي دهبنا لك وحلا صرته ما هيسته فرقشي كما هيسو وحبك كما هيسو إساقاق هذا هبين بو بلا بحق إنو هذا هبين حق هذا لك 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 وهذا القادة ويني مرك يدي ما مصير كتابتي واقرر عن تي مرك ما دي إيبه وين هذي منكي دقال بي قبل لقشي مرك آد بي أولاد دقال انتي قبل لي مخبية ذا أحيد وأنا أسوي بهجرين وقم بدأ توران يسأل العرق تدبع عيالي وقتها ماركا إستقى إلهي قدرتيس ومين إلهي حكوا ذي إستقى وحو يري لأن نقنع سيجي فهمي وي قولي أي دقنايين وحو كو يري قولكا إخد بنانكا وناقهان إسكاب بلودا الله بقى بلود أو meel ka shaqaysta baa u degan qolkaani degan yihiin baan dukaan idin ka dhigayaa xaafada dukaan ma laha dukaankii baa marka xoogaa yar bilowday dukaankii baa ka kala kacay daraayo waa qasan tahay gabadhu weeli bay ku dhowdahay gabadhii bay dagaal ku qaaday gabadhii markay dagaal ku qaaday waa gabar ciil qabtay saas inta u qabatay bay bahal sabaxdaas ugu leexatay wac وأصوك هذه واسي حسي واسي حسي هذا هو الذي يدلي تيو أويسا ولا دلي بقى سوق كت قصتك تمشي ماشي سوق بس ده نمل ما دور من يشوك تياي ولا قوي على كل حال بركة على قال لي يسيك لكم قلتي تنتهى هلا قوي قف سرويل يسيك الشتي ودقالن معناها مريعة أذك تجيك نجن قاضتين ما ولا دلي ولا قاوي ولا بسوق الحيس لو قاوي ناس الدين مريه هذا كان الدين ترى عسان كانوا وقت ولا وقت لا دلع شيء جيبي جيبي ولا عليه هذا الله شيء ناكتي مرك على بقى برضو ولا هذا هي قبل عيل هري قبتي سوما هي قد لي حريف كان gabadha waaba meharsaday oo meel bay u degantahay waa u joogtaay mid kale oo labaad buuba qarsanayaaba tan banaanku waa soo dhigtay mid kale jirta lama oga laakiin dukaanka yar ba iyada u furan gabdhihii walaalaheeda baa sheekadii maqlay iyo kuway dhaleen de markaan tiiba gurigeedii inta loogu tagay kambalkeeda la qaaday iyadoo la jiidayo timaha la jiidayo oo qaawan bilaa dharaba banaanka loo soo saaray walaasheed baa la qaawiyey walaashooda la qaawiyey toban naagood ka badan baa u yimid saddexdii kuwa ay wataan iyo kuwa ay dhaleen xaafadii baa lagu dhex qaawiyey banaanka iyadoon dhar qabin dhiigna saa uga haylaamayo meel walba dhiig saa uga daayo waana ka tageen waa laga qabtay nin baa xabado حبد الكردي حبد يبقى كفقين ما كفقين ميت كذا كتير هاي حبد هذا كذا كتير أدو على كل حال ده على حيرة يا مقرنسة لكن أضيال حواك هذا ولا سود هاي إن كان يا قبر داني نكي محمد ها بس هو يستأجر حيرني هو قبر دان ولا شيء ما قبي كرتي سكفر يدي وقت تاعن تاعي مركا وقت تاعن تاعي بحيث الولا السوق انت هذا يغفرين وحير فري معي موقتا يدي بطلاء وقصوا النقضي سببتو أفوري مايو ولا عشاء أتاك دير هالي كتا وفرا يبي طلو إيه دو قصوا النقضي مركا هدو طلاء وقصوا النقضي بحيث ولا لو
إيكادي وحير إن كان مرة ومدوني لكن وحير إيدو القاضي وإيمي هبي إني مذيبي وحيد تري ولا لو وحن ربها حولها يجي لي سيسي وحولي هاي كالي وين وشتال وحولي هاي دكامو أدوني حولها بضمونك إياش وأذهبك إياه وحيد الذهب كاربوح وها انتاس او جرام او انكراد اهيا معناها الضوء هاي ذهب كيد الضوء ها تضوات جرام وحوشيغ انو ها افريتون جرام لحقتو انتي هي بنكسيني انتاس حق ولاد حي ولاد على اي كل حال دكان كيرا بهست مركي أركتي وقوصتي مركان بس تضبع رونا هاي ستا يريل يواويني سوكتشرا خلاص نينكا واكا على القعدة مركا بعد رهي ولا من خايا يقوش أفريت وان جرام إيه كان بيت للعقطو أفريت وان كي جرام وسوقي مي نصبو كان نصبو كالتين وحيري محمد بيوحي قلت له والله غالبا كان يا خاطر انا لله وانا اليه راجعون نكي كبدي ولا غفا ورغد يدي هوريس ابو زيحش تيسي لقد لي ايه ميت كراي ميت صدحات باشا البكتشرا كان حسي يسي بابا كبدي محجبه وحين نقطه اني كسر بالوضوء دب هل كان كسر بالوضوء خاص بيك بلوده إيه دكان كذي بيك إسي آد أو كإسي دكان كي مركي كإسي خلاص دكان كي وأوينا دكان كي وأوكلك عي هذا دكان كي أوكلك عي كذي بنا شقر كراي بلوده إيه ذي با سيس عطا وارهير إلى هاي كان عصي وهذا وبركي لكن لابد الوقت بقى قبل السنة يقول لك أنا لابد كعمود بب قصة أو حرحرانو دربي كوحر حرام بيا أمي الله لا يميل يقول لك آخر سيسي إنا لله وإنا إليه راجعون حالة دواعات كاتي قبل دواع شقي ستي شغل ذي بأي إلهي أبركي إساقين هو أوكالك حالة صدحنا غود بقوة صدحنا غود بقوة تيسي فلسطين تي وقبي واقبا دور عيالة يقولش ترينا عروتي ذي بكرستها جوجي دو وفعنا قبل هو على هذا هاي ولا قاعد عنق بطيدي قبل إدت كذا للجارسي وحي لسنا تي ولا على هذا كرجي ولا على كذا إدت جنت هاي كرجي ولا على كذا أنت كجورتي بح جوني لوسي كرجي هو يدي دجني بقى يدي لسي شخصيا يجا استوتي وحل الجواد أنا كرجي ما لها حلاسي كرجي ولا على هذا ويلشي يقبله وافكرين حليري تدوق ويل بالارش كبرنا يصدق كبرنا كل واحد حلي سي يقول كل في الله أو وين وين يقول بالارش كمان مقالة برت كذا نقول يا كيف بالسي كاسة لو قري أنت محكمة دلقي لو قري خلاص يقول يا ذالة يدي أوبت كيا ذالة صحيح بدها كان عسي يدي الله وبركيه ninkii isaga ahaa maag buu jeclaaday saddexdii naagood uu guursaday mid ka mid ah buu aad u jeclaaday Cali Aliyowgii oo kale isaga ku dhacay taas darteed ken ninkii xoolihiiba ii hoos u yaraaday la wax xaraan moogtay wixii baa hoos u yaraaday uga yaraaday uga yaraaday uga yaraaday waa si baabe xoolihii baa si baabahay سالكي تاين نولك تاين مر الله لي مركي حولي نولك تاين او بابين او كبابين مركي حولي نولك تاين او كبابين نولك تاين نيكي حنون مكسو بردي يا لولي وحكو هرتي ناكتي قبل مرحا اسلانتا ديل جرتي ولا لهيدنا اي
labada jeerdileen tiiba u hartay labadii kala taban ninkii markuu xanuunsaday oo dhuubtay oo galangalay oo soo gurmay baa midna waaba tii xoolaha ka dhacday midna waaba isaga tagtay warraga tagtay warqadaydiinas tii un falastiintii baa ku hartay oo markaa shan caruur u dhashay baa ku hartay ninkii wuxuu gaaray hees heer habeen barkii bannaanka la arko wadada guriga intuu soo baxo isagoo nigisita nigis ama kastuumo ma garanaysa bannaanka kuma tagaya bannaankash naxdin badan uma hayso oo naag jecel maaha waxaa soo maray maxamed wiiluu dhalay baa soo maray ninkaanoo bannaanka kuma tagaya maxamedkii inta uyim wuxuu yidhi waxaan arkay aabo waxaan arkay ninkii walaalahay dhalay ilaa wuxuu dhalay kuwa maaragtay eedidi dhashay oo waxaan xalay maray halkaas baallaha hoostiisa gurigiisa layrka ah oo guriga markuu guriga keliya uu leeyahay wixii kala baabeeya halkaa kuman tagaya oo buuma gashan kadibna wuu kala dhacay oo iqaad buu ninkaas maxamed baa marka u naxay maxamed baa guriga ugu tegay ninkii oo meesha yaalla waa soo qaaday dhakhtar buu geeyey ilaa ciyaalkan uu abtiga u yahay aabbihiis weey aabbahood weey macnaha waa soo kaxeeyey bismillah wuu soo kaxeeyey cusbitaalku keenay gaari buu kusoo qaaday cusbitaalku keenay baaritaan baa lagu sameyey ninkan hala karantiina baa la yidhi tiibshaa haysa waa kan ku xumaatay naagtan halaga fogeeyey ninkii waa la daweeyey maxamed baa daweeyey saddex bilood muddo daawo markuu qaatay oo fiicnaaday oo uu isu arkay xayi oo ordaayo nafaqo iyo fitamiin buu xagga ka laabtay gurigii buu tegey islaantii buu dashaatigiisi galka iska gashaday khalaas laba habeen buu u dhuntay buu bilaabay haddana nimankii dhakhaatiirta ahaa oo meesha ku hayay waxaa la ninkaani xaafaduhu aadaayo hol buu soo sameeyey almuhim maxamedkii sanad buu daba joogay sanad kadib maxamedkii waa iska dhoofay ninkii waa sakaraad hadduu sakaraaday dantu waxay baday gurigii in laga qaado oo cusbitaalkii la geeyey oo u sariir saaray kuwii ay dhashay marka maxjabo unbaa u imaanaya booqanaya middii falastiin ahayd uma timaado ilmaheediina uma yimaado niman saaxiib ah oo waagii wax tari jiray qaraabo qansax iyo islaantii eedadiisa ahayd iyo baa la jooga cusbitaalka ku haya maalinkii dambe u timi waa iswaraysteen baa u timi wuxuu yidhi iska kaysaamax waxay tiri kusaamixi maaye hanti baan kugu leeyahay xaq baan kugu leeyahay waa ay dhacday gurigaas fillada ah oo caruurtaadu degan tahay aniga iskale lacagtaydii weeye haddaad rabtid inaan ku saamaxo igu soo wareeji xoolahayga wiilay dhashay oo meesha fadhiya wuxuu yidhi hooyo maxaa gurigaa xunkaa uga baahan tahay ma ilaahay baa ku baday iska daawiyey gurigiisana waxaa ku falin maybay tiri wallaahi ma saamaxayo iyo billaahi iyo tallaahi inaanan saamaxayn may igu khasabteen inaan soo booqdo ha xaq aan ku leeyahay baan ka rabaa wuxuu yidhi warqada lasoo qaado dardaarana ummaddii oo dhan baa la isugu yeeray dad badan baa yimi wuxuu yidhi gurigaas waxa iska leh heblaayo hebel hebel hantida aan ka gaday iyo xoolaha aan ka gaday waa xoolaheed anigu mili warqadii baa laga qoray dhar maxkamadday la tagtay
ninki waa sakaraadiga cusbitaal ku yaalla waa sakaraad xakamaday la tagtay gurigayga anigaa la beetray ha layga saaro ilaa waa u saxiixay maaha markhaantiyaa joogay ummad badan baa joogtay lama sugin dhimasho iyo ninkan intuu si uu noqonayo lama sugine xakamaday tagtay ha layga saaray tiri lacagna waa adeegsatay askar bay soo kaxaysatay dabadaa laga maray uu waa la jafay iyada waxaa ku qufleen naagtii waagii qaawaysay suuqa dhexdiisa waa jaftay banaankay u saartay guriga caruurtan waxba kama gelin caruurtaana ninkaan u dhashay iyo wax ka khuseeya ma jiraan marka gabdhaheedii gabar ka mid a islaantii falastiin gabdhaheedii gabar ka mid a waa markaa ila noqotay la guursaday tiibaa caruurtii iyo hooyadeed iyo iska urursatay almuhim isagoo sheekadii og buu ninkii dhintay iyaduna gurigeedii bay la soo wareegtay saasay waxay ku noqotay iyadii ganacsato weeye weyn hanti leh dhaqaale leh guryo ay iyadu leedahay kii la siiyey maahaane dhowr guri oo kale bay dhisteen ganacsi badan bay leedahay magaalada oo dhan baa u kala xiran khudaarley bay noqotay wixii khudaar soo gelaya iyo wixii baxaya iyadaa ka mas-uula wixii soo galana iyadaa soo gelisa wixii baxana iyadaa saarta caruurteedina waa korsataa khalaas waxay leedahay baabuur waaweyn oo khudaarta dhoofisa oo soo qaada oo sii gudbisa oo magaalooyinka u gudbisa bay leedahay dhowr baabuur bay leedahay gabadhii gurigiina waa ka qaada ninkii waa dhinta alla yaarxamu laakiin marka uu dhimanayey madaxay ka fadhiday wayna cafisay waxay tiri cafaliyo masaamax naagtii xoolaha ka dhacday xoolihii waxay ku guursatay nin cado indho kulkulan oo qurux badanoo h i v qaba xaqu waa cajiib ma ogtay waa xoolihii ay isaga ka dhacday tiina xanuunkii baa lagu sheegayo golongol baa ku dhacay waa golongosho aada bay u golongosho ma garata almuhim qisadeennii cajiibka ahayd saas ayay kusoo gabagabowday halkaa ayay ku dhammaatay caruurtii yararka ahayd haddaad isweydiinaysaan iskoolkooda waxbarashadooda dugsigooda waxooda shan bay u dhashay gabadhii falastiin ahayd shantii caruurteeda qaabilsan iyadu maba ogaba danna kamabalayba caruurtii walaalahooda haabay dhinaca ka raaceen oo kuwaasaa wata islaantii guri baa la dejiyey oo wiilkii uhinaa iyadu dhashay baa islaantii guri dejiyey oo ma garanaysaa iyo ciyaalkeediiba dee islaantiina guri buu dejiyey iyo ciyaalkeedii halkaa dugsi iskuul cuba ma garanaysaa maamadaani war fiicanba kama hayso warqisadeennii cajaa'ibka ahayd intaas ayay kusoo gabagabowday ninkii gabadha laqdabeeyey maxaan idinkaga tegayaa asalaamu llaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu nabadgelyo nabaaddiina iyo noole kulanteed warsan iyo ugaarsan.